embed river function و shunting of blood around the river. ال muscle wasting. A common occurrence in this patient also may contribute since muscle is important site for extra hepatic ammonia removal. يعني لو عيان wasted وعنده atrophy في المصل نتيجة المال نوتريشن، نتيجة ان الدكتور بتاعه بيقول له ما تاكلش ايه؟ عشان ايه؟ ما تخشش في انكفالوس، هيحصل له ايه؟ انكفالوس، نتيجة ايه؟ ان مفيش توكسيفيكيشن بيحصل للاكسس امونيا نتيجة الايه؟ الويستنج اللي بيحصل في المصل. وصلت؟ تمام. ده البروسيس بتاع الجلوتامين بيشتغل ازاي؟ هنقولها بسهوله كده، ان كل التشو بما فيها الليبر بتعتمد على الجلوتامين والجلوتامات عشان تحول الايه؟ الامونيا ليوريا. المصل بتعتمد على حاجه اسمها بيوبيت، حاجه ثانيه خالص. تمام؟ بتاع ضغطه واحده عمل كل ده. تمام. طيب التوكسيك افكت بتاع الامونيا على سي ان اس ايه؟ لما الامونيا بتخش ان اكسس اماونت في السي ان اس بيحصل لها توكسيفيكيشن، التوكسيفيكيشن هتسبب ايه؟ ان هي اي تي بيز ديبند، يبقى هتكونسيوم الانرجي اللي موجوده اللي واصله ايه؟ في البرين، الجلوكوز والاكسجين اللي واصل البرين بدل ما يستخدم في النيورو ترانسميترز والفيكشوال فانكشن وفي الترانسميشن اللي بيحصل في السينابسس في السي ان اس، هنعمل له ايه؟ هنزغوص الحاجات دي في ان احنا نعمل توكسيفيكيشن للايه؟ للامونيا. الامونيا لما يحصل لها توكسيفيكيشن جوه البرين هتطلع مين؟ احنا مسالين دلوقتي. جلوتامين. الجلوتامين ده لما يبقى اكسس اماونت هيترصد فين؟ في حته اسمها الاستروسايت. الاستروسايت ده عباره عن ايه؟ الاستروسايت ده عباره عن ايه؟ واو استروسايت تمام. مسؤول عن ايه؟ دي البريكيرسر بتاع الفايبروزس. في فايبروزس في البريك؟ مفيش فايبروزس، لكن في حاجه اسمها فايوزس نتيجه ايه؟ استيميليشن بتاع مين؟ الاستروسايت. الاستروسايت ما فيهوش ايه؟ ما فيهوش فايبروزس. في حاجه ثانيه البروتينه بتاعتها اسمها ايه؟ نتيجه الاستروسايت. ده المين فانكشن بتاعها؟ لا مش ده المين فانكشن بتاعها. المين فانكشن بتاعها اللي هي الكنترول بتاع البلاد برين بارير. يبقى الكنترول بتاع البلاد برين بارير بيعتمد على الاستروسايت. تمام؟ الاستروسايت دي لما يبقى فيها اكسس جلوتامين يحصل لها ايه؟ سويلنج. لما يحصل لها سويلنج هيحصل لها ديستربنس في البرميابيلتي بتاعت السيل وول بتاعها، فهتعمل ديستربنس في البرميابيلتي بتاعت الايه؟ البلاد برين ايه؟ باري. يبقى كل الموضوع نتيجه ايه؟ البلاد برين باري. تمام؟ ده شرح للكلمتين اللي انا قلتهم، ان الجلوتامين في الكبني والبرين، او الجلوتامين في البرين في بتاع البرين استروسايت بروسيس جلوتامين سنسيتيز، however is not able to increase جلوتامين سنسيتيز بكميه كبيره. تمام. الجلوتامين والجلوتامين الاكشن بتاعهم، المين اكشن بتاعهم ان هم بيزودوا الاسموتيك بريشر. طيب ايه الاذر نيوروتوكسيك؟ انا قلت اللي هيستحمل لي هيعرف حاجات كتير، اللي مش هيستحمل هو خالص. تمام. ثاني حاجه في الميركابتانس ده بتاع السلفا كونتيننج امينو اسيدز، في الفاتي اسيد اللي هي شورت وميديم الشين فاتي اسيدز، الفينول والدلتا اوبيود ريسبتور ليجاند ميت انكيفالين، حاجه اسمها ميت انكيفالين اللي هي الاندوجينوس ايه؟ مورفين اللي موجوده في الجوه. تمام. كل دول يعتبروا اندوجينوس ايه؟ اندوجينوس ايه؟ توكسينز. يعني كل اللي فات دول الامونيا مع مين؟ مع الميركاتان والاسيدز والفينول والايه والميت الكافرين، دول يعتبروا اندوجينوس توكسينز. طيب البيرميابيلتي،
البيرميابيلتي دي بتعتمد على ايه؟ انا لسه قايل لكم شويه الاستروسايتس لما بيزيد كميه الجلوتامين فيها بيحصل لها ووتر اكوميليشن، الووتر اكوميليشن هيلخبط لنا البلاد برين بارير فهيزود البيرميابيلتي فهيزود الكونجيشن جوه البرين، ودي السير الجديده اللي بقى هيبقى بس. احنا قلنا مفيش برين قديمه غير فين؟ في التايب ايه اللي هو الاكيوت فورم بتاع الهباتيك فلوس، لكن في ديستربنس في البلاد برين بارير نتيجه البرميابيلتي نتيجه الاديمه اللي بتحصل فين؟ في الاستروسايت. يبقى الهباتيك فلوس از ديزيز اوف استروسايت نتيجه اكسس اكوميليشن اوف جلوتامين انسايد استروسايت. تمام؟ مش محتاج عن بالي كل ده كلام كله بيعتمد على ايه؟ الجلوتامين. تاني حاجه في احنا قلنا اول حاجه الاندوجينوس توكسنز، تاني حاجه البرميابيلتي، تالت حاجه الايه؟ فولس نيورو ترانسميترز اند ريسبتور. عندنا اهم فولس نيورو ترانسميترز التريتامين والدوبامين والفينايل ليسانولامين، عارفين الكلام ده؟ دول درايفد منين؟ اروماتيك امينو اسيد. يبقى الاروماتيك اللي فيها فينول رينج الاروماتيك امينو اسيدز ان اكسس اماونت في العيال الهيباتيك ممكن تسبب فورميشن اوف فولس ترانسميتر. في التيروزين يطلع دوبامين، هنا يطلع تيابين، الفينايل الانين يطلع نور ابنفرين، هنا يطلع فينايل اسيلامين، التريبتوفان يطلع سيروتونين، ده نورمال في الايه؟ في النباتي يطلع ايه؟ تريبتامين اكسيد او تريبتامين. تمام؟ الباقي ده كله مش مشكله عشان ما نضايقكوش. طيب ستيجز اوف هيباتيك فيلوس عارفينها؟ ستيج 1 2 3 اند 4 عارفينهم؟ ممكن نلغيهم خالص، اللي انتوا عارفينه ده نلغيه خالص ونخش على حاجه ثانيه. في حاجه بس اولانيه كده في النص، ازاي بتشوفوا الفلاج الكرانوس؟ ترفع ايدك وتعمل مش عارف ايه، ده الفلاج الكرانوس زي الشكل ده، ده الديكومنت حط ايده كده تلاقي ايه بيحصل فلاج الكرانوس ازاي؟ اي فندم قدام الفوق حط ايده على الترابيزه كده اهو، مفيش اوت ستريتش وتقوم عامل له دراعه وخلاعه صبعين والكلام ده، حط ايده كده هيحصل ايه بقى في العيال اللي عنده فلاج؟ هيحصل ايه؟ فلاب يعني ايه؟ رفرف زي الترمز كتير، الترمز الكتيره دي حاجات العيان السايلوتوكسيكوزيس، العيان اللي عنده باركنسونيزم، العيان اللي عنده، لكن ده اسمه فلابنج ترمز او استريكسس. يعني ايه استريكسس؟ انابيلتي تو مينتين ماسل تون، يعني اي ماسك تون هيحصل فيه ايه؟ فلورس. سمعت عن فلورس؟ اهو ده نوع من انواع الفلورس، يعني ده اكسترا براندم مانيفستيشن استريكسس. استريكسس ده مش هحط صبع وعامل له رجليه مش عارف ازاي والكلام ده، فمجرد ما احط ايده كده هيحصل فلاج. الفلاج معناها ان ايده بترفرف زي جناح الحمام. تمام؟ دي بقى كام رفرفايه في الدقيقه؟ كام رفرفه في الدقيقه؟ 10 من 10 ل 25، يعني ما تبقاش فايل تريموس. تمام؟ ده الشكل بتاع الفلاج تريموس. هننسى اللي احنا عرفناه في الباتري كبلوسي جريس ونخش على الايه؟ الستيج بتاعك. تعرفوا تقروا الكلام ده؟ دي جريس بتاعت الباتري كبلوسي. اول حاجه في ستيت اوف كونشسنس، تاني حاجه انتلكشوال فانكشن، تاني حاجه بيرسوناليتي بيهيفير، رابع حاجة نيورو ماسكولار ابنورماليتي ومتقسمة نورمال ستيج 1 ستيج 2 ستيج 3 ستيج 4. يبقى اللي باتري انتبلوس احنا قلنا ات از نيورو سايكاتريك ستيج، يبقى في حاجات نيورال وفي حاجات بيهيفيرال. تمام؟ وفي حاجات انتلكشوال. يبقى أول حاجة ستيت أوف كونشسنس في النورمال نورمال. طيب ستيج 1 هتبقى فيها إيه؟ يا إما هايبرسومنيا يا اما انسوميا يا اما اهم حاجه العيانين باهاليهم بيجوا يشتكوا منها اللي هي انفيرجن اوف سليب باترن، يعني عيان هيباتيك فيلوسي فيرست ديجري ب
بيبقى المشكله الرئيسيه من اهل صح يكون الاثنين زي ال وهم صاحيهم جنب. وطبعا راجل كبير او ست كبيره فمش هيسيبوني انا. هات اشرب، لعبوا لي كوتشينه، زبزبوا لي رجلي، هشوا الجبال، جابوا لي الناموس، هاتوا لي قناه الجزيره، شوف بيعملوا ايه في سوريا. هيبقى قاعد والناس طبعا عايزه تشتغل ثاني يوم وراها شغل والعيال وراهم مدارس ومش عارفين يتصرفوا. يبقى اهم حاجه على مستوى الهباتنج فلوسي في الستيت اوف كونشسنس في الفيرست ديجري اللي هي الفيرجن اوف سليب ريست. تمام. تاني حاجه اللي هي ستيج 2 هيبقى على مستوى الكونشسنس هيبقى ايه؟ سلو ريسبونس تكلمه يرد عليك بعد ربع ساعه وليسرجي يعني العيال يبقى ايه؟ زي الناس الكبار بتحصل للناس الكبار. تتفرج على التلفزيون تلاقي فلان نعم سيبوا شويه ريش دي ريسيرش. يبقى دي ثاني حاجه. يبقى اول حاجه سلو ريسبونس. السلو ريسبونس دي المشكله الكبيره اللي بتحصل مع المينيمال هيباتوفاسي انه ما يقدرش يعمل جادجمنت للتايب. بس هنا طبعا في جريد 2 بتبقى مانيفست قوي ان يبقى فيه سلو ريسبونس ودي ليها تستاهل عشان تبين ان عندك هيباتوفاسي ولا لا. تمام؟ طيب ستيج 3 هيبقى حاجتين يا مينيمال ديس اورينتيشن تكلمه في حاجه ما هواش واعي انت بتكلمه في ايه بس مينيمال لو زعقت فيه او شخصت يرجع معاك. تمام؟ يا سومنولنس نايم. تمام؟ يا كونفيوجن مش عارف الدنيا شكلها ايه. يبقى ده ستيج 3 على مستوى الايه؟ الكونشسنس. تمام؟ على مستوى بقى جيت 4 احنا بنقول الراوزابل او ريسبونسبل للبين ولا لا هيبقى يا اما سيل ستيوبر يا في غيبوبه نص غيبوبه يا ستيوبر يا كوماتوس. يبقى ده الستيت اوف كونشسنس. ده الجريدز بتاعت الهباتيك الكلاسي ريجاردنج ستيت اوف كونشسنس. تمام. انتليكشوال فانكشن ذهنيا المنتاليتي بتاعته شكلها ايه؟ تمام؟ جريد 1 هيبقى سبتلي امبيرد كومبيوتيشن ما يقدرش يتابع معاك موضوع معقد، لو دخلت معاك في انتخابات الرئاسة يهيس منك في النص. لا يتكلم على حازم دلوقتي واخد بالك وانت عارف ان هو طالع من الانتخابات. فهي هتلاقي الامور ايه؟ ما هواش ماشي مع الاحداث، مش مواكب الاحداث قوي. تمام؟ ونص البني ادمين عندنا كده. ولو جيت هتلاقي نصهم برضه مش كويس. تمام؟ يبقى في امبيرد كومبيوتيشن، كومبيوتيشن مش معناها كمبيوتر، كومبيوتيشن معناها اللي هو الكوميونيكيشن. يعني هو مش قادر يكوميونيكيت معاك، يعني ايه في امبيرد كوميونيكيشن. تمام؟ في ستيج 2 على مستوى الانتلكتوال فانكشن شورتند اتنشن سبان زي اغلب الناس اللي سابتنا ومشت. قاعد يسمع 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 دماغه سخنت ايه الكلام الكتير ده سلام عليكم بلاش ده اللي هو الايه؟ الشورتند اتنشن سبان. وبعد كده حاجه مهمه لوس اوف تايم يصحى بالليل عايز يصلي الصبح ابتدى يبقى فيه لوس اوف ايه؟ احنا بنقول ايه؟ اورينتد تو تايم بليس بيرسون. يبقى اول حاجه هتطير عندنا فين؟ لوس اوف ايه؟ تايم. لكن بليس بيرسون عارف يبقى في جريد 2 بيبقى شورت الاتنشن سبان وبعد كده يبقى فيه لوس اوف تايم. في جريد 3 بيبقى فيه جروسلي امبيرد اتنشن ما هوش متابع اي حاجه خالص. بتكلمه على السبانخ بيكلمك عن الشوربه قال ماليش علاقه او حاجه موضوع تاني خالص غير اللي انت بتتكلم فيه. تمام؟ ويبتدي يبقى فيه لوس اوف ايه؟ بليس ما عادش عارف هو فين. بس عارف هو مين. يبقى في الاول مش عارف احنا امتى، بعد كده ابتدى يبقى مش عارف احنا فين. وبعد كده الاقل شويه انابيلتي تو كوميونيكيت خالص، مفيش كومبيتيشن. تمام؟ في ستيج 4 بقى لوس اوف سيلف، ما عادش عارف نفسه. وبعد كده نوع انتلكت لما يبقى كوماتوس، مفيش انتلكتشوال فانكشن. يبقى ده على مستوى الايه؟ الانتلكتشوال فانكشن. وصلت؟ تنسوا القديم وده كويس ده حلو لان هو مقسمها وبعدين كل واحده ليها تيست جمالها ان كل واحده ليها تيست والتيست كلينيكال حاجه مزيكا كده وانت قاعد في العيال كده قاعد مستمتع باللي انت بتعمله. تمام؟ البيرسوناليتي بيهيفير في ستيج 1 اكزاجريشن اوف نورمال بيهيفير بخيل هيبقى ابخر كريم هيدي كل فلوسه للناس اللي حواليه وتلاقي الورثه جايين بيعيطوا وعياله جايين الحق ابن مش عارف ايه بيشتموا بقى ادى فلوس لمراته الجديده. ده عشان في اكزاجريشن للايه؟ للنورمال بيهيفير. بعد كده هيبقى ايفوريا اور ديبريشن. حالات الديبريشن في الهباتيك انكفالوباسي دي معمول عليها تكست بوك. الديبريشن مع الانكفالوباسي وعلاقتهم ببعض وازاي ادي تريتمنت ما تاثرش على الليفر وفي نفس الوقت تريليف الايه؟
الدبريشن، ان الدبريشن حاجه مهمه، عامل مهم، وفي جريد ايه؟ في جريد 1 يعني لسه قدامه كتير. تمام؟ طيب جريد 2 بقى على مستوى البيهيفير، ايه البتاع الكلمه دي اسمها ايه؟ ها؟ ها؟ جرادوزنس، سيبك من الناس. جرادوس، يعني ايه جرادوس؟ عيان جرادوس او بيشن جرادوس، يعني اسمعني يا زميلي. كل ما اتكلموا على حاجه هي 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 مش عارف ايه وتخرب بيت ابوها، ده ايه؟ العيان الفكهي بقى والعيان اللي جاي مبسوط من كل حاجه، حتى لو قلت له خبر سيء جدا تلاقيه عمال يضحك زي الهبل والعبيط، برضه في كتير بيبقى قلبيه كده. تمام؟ ما هو اللي بيحصل لنا احنا كلنا بنضحك ولا بيتعمل فينا قليل. فده الايه؟ سمه من سمه الشعب المصري، ان هو فكهي شويه، قد يكون لفت من الشر بس الله اعلم. الله اعلم. تاني حاجة بعد كده الريتابيليتي. خليكم معايا بس. وبعد كده ديكريزد انهبيشن. يعني لو هو راجل قليل الادب هتلاقيه بيجرى بنات في الشارع. لو هو راجل بيحب الفلوس هيسرق فلوس من الناس. هيلاقي معاك فلوس وانت كده تلاقيه مش قادر. هو خلاص الانهبيتوري الهاير سنسر بتعمل انهبيشن للحاجات بتاعت الايجو بتبقى انماسك. فبيبان بقى بلاوي بقى. ده راجل محترم كده وكيل وزاره وعمال يعكس في الحكمات عندنا هنا في المستشفى، وانت 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 وفي الاخر بقى يقعد يتاسفلهم بعد ما يفوق، لان بيبقى فيه ايه؟ ديكريز الانهبيشن. وده بيحصل في جريد كام؟ في جريد 2. يعني جريد 2 بتبتدي بهبل وبتنتهي بايه؟ بعظم برضه. طيب جريد 3 انكسايتي ابسي. تمام؟ inappropriate behavior، bizarre behavior، وبعد كده ريج. ريج يعني ايه؟ داخل على امانه الله، ازيك يا حاج الاقي بالبوكس في وشي؟ حصلت لي. وتعمل كده لازم تبقى عندك ريفلكس، لان ممكن انت داخل على عيالي في بلوغسي، ازيك اخبارك ايه؟ تلاقي بيرقص بيعض بيشتم، يعني كل الدكاتره اللي بيشتغلوا في الكليب بيعمل متوضبين يعني. فالريج ده احد المانيفستيشن بتاعت الايه؟ جريد 3 هيباتيك بلوغسي، وده بيرسوناليتي تشينج. في جريد 4 طبعا مفيش بيرسوناليتي. تمام؟ طيب على مستوى النيورو ماسكولار ابنورماليتي هيحصل ايه؟ جريد 1 بيحصل ميتابوليك تريمورز، ما حصلش استريكسس، ميتابوليك تريمور يعني نوع التريمور ايه؟ فاين، ما هياش فلات، يبقى ممكن يبقى فيه فاين تريمور نتيجه هيباتيك انكيفالوباسي. في جريد كام؟ 1. استريكسس تحصل في جريد كام؟ بين 1 و2. تمام؟ وبعد كده حصل ان كوردينيشن اللي هي الاكزجريشن بتاع اللوس اوف هاند سكيلز، بتبان هنا قوي بقى فين؟ في ستيج 1. تمام. ستيج 2 بدايتها استريكسس وبعدها وبعد كده الفيرب هاند رايتنج، وبعد كده سلير سبيتش بقى عامل زي عيانين بتوع ايه؟ طبيعي سيلبرال اتاكس ستاكاتو والسيلبرال سبيتش. تمام؟ يبقى ده اللي عندنا البدايه بتاعتنا في ستيج 2. يبتدي العيان يزعل بقى لان في امبيرد هاند رايتنج، لو هو بيشتغل في وظيفه وواحد محترم كده بتلاقيه مش عارف ايه، ودي بتحصل. يعني يقول لك انا عارف ان انا كويس لما خطي يبقى كويس، يبقى هو عارف دي، عارف ان هو لما خطه يبقى كويس. وفي ناس يقول انا نفسي اكتب وامضي واوقع على الورق اللي بيجي لي، ده كل هدف حياته لان هو مش قادر يشتغل، هو كده الدنيا اتدمرت معاه. وبتنتهي بالايه؟ سلاب سبيتش. طيب في جريد 3 الاتاكسيا وهايبو اكتف او هايبر اكتف ريفلكسز ونستاجنس، ده يبقى فيه اي تشينجز، يبقى ده فين؟ في جريد 3. اخر حاجه البابانيسكي والريجيديتي والدايليت البيوبل والاستونس، وبعد كده كوما والعيان بيبقى خالص. حلوه الكلاسيفيكيشن دي؟ صعب بس هي دي المفروض تعرفها، لان دي على اساسها بتقيم العيان على مستوى اربع حاجات، وكل حاجة بتقيمها في الجريد، وممكن تلاقي ده جريد 1 وده جريد 2، تلاقي عندي كده. واخد بالك؟ يعني هو ماشي كده، 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 كده. وكل حاجة ليها النظام بتاعها. نعم. على حسب مين الأكثر. بس هو ده الصح، وده اللي تقدر أنت تأبلاي ده على مستوى الكلينيكال. يعني حاجة زي النستاجماس، حاجة زي أتاكسيا،
حاجه زي سلاد سبيتش عندي كده، وانا مكروه تعبان ودماغي مش عارف. بس خلاص عرفت ده ده ايه ده فين ده ده في جريت ثلاثة. خلاص خلص، انسى بقى اي حاجه ثانيه. خلاص حددت هو فين. دي حاجات على المستوى الكلينيكال احسن، لان شايف ان الاسبكتيشن اللي موجود عندكم ملهاش علاقه بالواقع. يعني جريد واحد مش عارف ايه، جريد اثنين كذا، جريد اربعه كوما، الراوزر بود مش عارف ايه، مش الراوزر بود يبقى رقم دي. لكن لما تيجي تطبقها كلينيكال هتلاقي كلهم حاجات او الكتابه اللي مكتوبه مش عارف استيوبر مش عارف ايه، ما تقدرش تمسكها في ايدك. يعني ايه استيوبر؟ ما هو منعوس، منعوس قوي يبقى جريد ثلاثه، منعوس نص نص يبقى جريد اثنين. ما هياش حاجه ممسوكه في الايد، ما تقدرش انت تحدد العيان ده ايه اول ما تبص له من طريقه كلامه ومن حركته ومن البيهيفير بتاعه. تحكي معاه حدوته لسه هقولها لك دلوقتي. ده جاز قوي على فكره. طيب البريسبتيتنج فاكتور زي ما قلنا الاكيوت هي نفس البريسبتيتنج فاكتور اللي بيسبب الهباتيك الكلوباسي، بس يهمنا ان الجاسترو انسفالنت بليدنج كان ال 100 مللي يسبب لنا هباتيك الكلوباسي. تمام؟ اكسس دايت البروتين وده برضه مشكله، ازوتيميا، كونستبيشن. هنخش والله الحاجات اللي مش مشكله. الكترولايت ديستربانس، هايبوكسيا، مش عارف ايه، اسيدوزس، كل الكلام ده ماشي. والدراجز مفيش مشكله، والانفكشن والسيرجري والكلام ده. طيب الديفرنشال دايجنوزس زي ما قلنا، دي حاجات ميتابوليك، دي حاجات اورجانيك فرين انسر. يعني لو في ستروك، ليدنج، ابيليبسي، انتراكرينيال ليجن نتيجه تيومر او نتيجه انفكشن او وات ايفر، الميتابوليك والدراجز. دايجنوستيك تول. حلو؟ ده كان ده. ازاي اعرف ان العيان ده عنده هيباتيك انكيفالوباسي مش عنده انكيفالوباسي نتيجه حاجه ثانيه؟ سايكوميتري تيست ونيورو سايكولوجيكال تيست. الكتروفيسيولوجيكال ستادي، ايميجنج تكنيك، وكلينيكال والدرجات التيست اللي احنا ما بنعتمدش التعليم. احنا ما عندناش نعمل ليفر فانكشن تلاقي الروبن عالي وتلاقي ده لا حاجات غريبه بقى. العيان نورمال والليفر بتاعه كومبليت نورمال والليفر انزيمز، وحتى ما عندوش فايروس، عنده ناش مثلا ستاتو هيباتايتس، والانزيمز مثلا 90 و100 ماشي، وعيانه من مصاب بعد كده بقول لك عيانه ما جاتش من الكتروبس. ليه؟ لانه شاف الانزيمز عالي خلاص بقى ده الكتروبس والامور جاي خالص. لان هي في سكيم، احنا شوفي الكلينيكال والليبراتوري دي فين؟ اخر حاجه. تمام؟ السايكومتري بيت سايد سيمبل تيست، ازاي اعرف ان عندي عنده الكلوباس؟ اول حاجه كده روما ريتيلينج اند انتربريتيشن اوف اوف ايه؟ فيبل. واتس فيبل؟ علي بابا برنامج حرام ست قسم من الجمال الشاطر الحسن اللي بيسموهم ايه؟ حكايه فيبل. حواديت خرافيه او حكايات خرافيه. نستمتع قوي 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 لما يجي عيان وتقعد تدردش معاه وتقول له مثلا ايه رايك في علي بابا؟ يا نهار اسود ده ابن كلب حرامي وعمل وسوى. هتلاقي جاب دخل خرب دخل في حاجه ثانيه خالص. تحكي له حدوته، او مثلا يبقى جاي مع اهله كده وطرى في بصات وقريبه والشك، تقول له يا حاج ايوه بيه هم عاملين ايه معايا؟ بيعملوا كويس؟ والله ضربوني وعضوني وكلوني والبنت ده ايه؟ عايزه استلمني كل يوم يا بيه بتجيب لي اكل وتعمل لي مش عارف ايه وحاطط لي في سم وبقى شايفه بعيني وبرضه شايفه. وهم كان كل المشكله بتاعتهم ان هم جايين ايه؟ العيان الانوركسيا مش عايز ياكل. كل مشكلته الانوركسيا ان هو عنده يقين ان بنته عايزه تسم وليه عايزه تاخد فلوسه. حلته ايه؟ ولا حاجه. هم اللي صرفوا عليه. يبقى ده ايه؟ الريتيلينج اند انتربريتيشن اوف فيبل. هيروي ازاي حكايه احنا عارفينها كلنا. سندريلا طبعا بره الحاجات اسهل. هنا احنا ما عندناش غير حاجات كده هامه، لكن بره عندهم حواديت كده معروفه. تمام؟ فلما تيجي تساله تساله عن حاجه هتلاقيه دخلك في سكه ضلمه خالص. وهتلاقي برضه في حاجات ضلمه كتير لما تيجي تسال ناس عن حاجات برضه جاي في كل كده بس. تمام؟ يبقى الريتيلينج اند انتربريتيشن اوف القصص الخرافيه، او انت بتحاول تلمس حاجه زي دي انك تساله اهلك عاملين ايه معاك؟ مراتك بتعاملك ازاي؟ ابنك بيعاملك ازاي؟ تلاقيه عيني كل اسبوع جايبه لك وعمال يديله بالجزم، ولا ايش همك كويس يلا؟ انت مش عارف مين؟ وتلاقى ابنه وكيل وزاره مثلا وهو عنده 60 سنه عمال يديله بالجزمه ويهزق فيه هو كده. هو كده.
اصل ده هو ده ابن مش عارف ايه ده اصل عايز فلوس انا عارف وتلاقي ابنه مليونير وهو ما حكوش حاجه لكن هي في دماغه خرافه معينه او فكره معينه مسيطره عليه دي اللي هي الايه؟ الريتيلنج اند انتربريتيشن اوف بيبل اللي هي احد النيورولوجيكال او البيت سايد سايكومتريك تيست تقول العيان ده عنده ايه في الكتالوجيكس ولا لا. تاني حاجه الفورورد ديجيت سبان اللي هو 1 2 3 4 5 6 7 9 10 تعرف يعدهم ويعدهم بسرعه ولا لا؟ هيلقلق ولا لا؟ دي هتعتمد ان هو ديبليكيتد ولا لا؟ ممكن هو ما بيعرفش اصلا. النورمال بتاعه هي ما تعرفش او هو ما يعرفش. الباكورد لو يعني الامور بالعكس بقى 9 8 7 مش عارف ايه ممكن تبقى كده والري برودكشن اوف سيمبل فيبر هرسم له سمك هرسم ما انت فايق بقى ما انت قاعد فاضي ما وراكش غير اول عيان ده بقى ترسم له مش عارف نجمه وتقول له ارسم لي زي دي تمام؟ ادي الاسماء معايا عندي خلاص بيحاول يرسم نجم شفت بقى ازاي؟ حاجه ولا مش عارف بيكاسو ما عملش حاجه بالمنظر ده دي نجم دي نجمه رسمها واحد عنده انفيتالوجس ده بجد مش هزار ده الشكل بتاع النجمه اللي هو حاول يقلد رسمه النجم فطلعت الشخابير دي طبعا واضح ان في ان كوردينيشن جامد جدا مش قادر يرسم الزوايا ولا يعمل الانجلز ولا يعمل اي حاجه طبعا دي باترن اوف نورمال وباترن اوف اب نورمال تمام نخش بقى على السايكومتريك تيست اللي بجد هنلاقي لها ما بنطبقهاش حاجه اسمها الويس بيرفورمانس انتليجنت كوشن ده حاجه اسمها ويشنر مش عارف انتليجنس مش عارف ايه ده حاجه كده بتعتمد على انه بيقيس الذاكره بيقيس التقليد بيقيس الفيربال بيقيس الفيجر عباره عن اسئله كده وهو بيعلم حاجه زي مالتيبل تشويس 1 2 3 4 بس بيعتمد على ان العيان ايه؟ طبعا 90% من الناس ايه؟ مش ايه فده عندنا ملوش قيمه قوي اللي عندنا ليه قيمه اللاين تريسنج تيست خط ويحاول يمشي عليه انت راسم له خط الخط ده متعرق شويه طالع نازل مش عارف ايه يحاول يمشي عليه او حاجه اسمها نمبر كونكتنج تيست ده في الناس الاديوكيتد هيوصل واحد عارف البتاع بتاع التيكيت ميتي تابع مش عارف ايه وصل من المجاره بتاعت العيال بتاع الاولاد ما كانوا زمان يقعدوا يلعبوا بيها تابع مش عارف ايه وصل العنكبوت مش عارف منين وديه فين اهي دي التستات اللي بتتعمل واخر واحد حاجه اسمها ديجيتال سيلابول سبستيتيوشن تيست يعني هقول له مثلا ايه الاس تساوي ورده البي تساوي قطه تمام الاي تساوي دبانه والسند بقى اجيب له كلمه مثلا فيها الحروف دي ويحط لي سبستيتيوشن دي معقده شويه دي بنقيس بيها الايه السب كلينيكال او الايه الليتنت هيباتيك انكفالوبس انه يقدر يترجم لي دي لرموز وعلى حسب عدد الرموز وعلى حسب الوقت اللي بياخده بالترجمه دي تقول العيان ده عنده انكفالوبس ولا لا. جميل؟ حلو؟ عندكم فكره على الكلام ده؟ هو ده اللي عنده. بس احنا اقصى حاجه بنعملها عندنا كده لما يجي العيان نقعد نهزر معاه شويه. ابوك واختك والكلام ده ونعرف كده نتكلم معاه ونحاول ندي شويه حواليه نشوف الباتن بتاع السبيكنج البرسوناليتي بتاعها شكلها ايه واحيانا بسال اللي معاه هو كان كده؟ يقول لي لا طب هو كده بقاله قد ايه؟ ده مليون رجع دم ونقول طوارئ وعمل حقن وهو بقى بالشكل ده فدي برضه احيانا بتستعين بالمحيطين عشان تعمل احيانا اول مره تشوفه فالفرق النورمال والابنورمال انت ممكن ما تقدرش تحسبه الا اذا سالتهم هو كده النورمال بتاعه ولا لا؟ تمام؟ طيب الاي اي جي ستادز حاجه مالهاش اي قيمه وبتطلع في اي حاجه ثانيه هي حاجه اسمها الفا ويف دي النورمال بتاعتنا سينكرونايز الفا ويف ماشي كده بشكل معين هتحول حاجه اسمها زيتا بعد كده دلتا بعد كده تبقى فلاتنج لما العيان بيبقى هيموت تمام لو عايزين نعمل تيست بشكل احسن شويه وده انا جربته انا عملت دي بيبر ان انا اخدت